أهلا بكم، أنا لارا حبيب. تخيلوا إنكم اشتريتوا سهم شركة وبين يوم والتاني اكتشفتوا إنها مخبية 4 مليار دولار من الديون. هيدي قصة حقيقية صارت مع حملة أسهم NMC الإماراتية مدرجة بلندن، أحد أكثر الأسواق تنظيماً في العالم. وأكيد تتذكروا فضيحة أنرون الشهيرة قبل حوالي 20 سنة اللي هزت وول ستريت. هون عم نحكي عن فضائح محاسبية، ولكن هناك حيل تكون أحياناً غير مخالفة للمعايير والقوانين قد تلجأ إليها الشركات لإعطاء صورة مجملة عن أعمالها ووضعها المالي. بدكم تعرفوا بعض هذه الأساليب، رح أعطيكم الأمثلة عنها ورح أشرح لكم بعدين متى لازم تدققوا كتير منيح بالأرقام يلي عم تعلنها الشركة وما تخدوها مثل ما هي، ولكن طبعاً باختصار. لنبدأ من الإيرادات، تضخيمها يكون عبر لجوء الشركات مثلاً لبيع المنتجات بكثرة للموزعين، ولكن بشروط استرجاع متراخية، أو عبر تسجيل الإيرادات قبل شحن البضائع، أو حتى تزوير هذه المبيعات. وفي طريقة ثانية عبر الخلط بين الإيرادات التشغيلية والاستثنائية. كيف؟ لنفترض أنه شركة ألبسة باعت أرض، المفروض أنها تسجل إيرادات البيع كإيرادات غير تشغيلية Non-Operating Revenues، لأنها لا تدخل في العمل الأساسي للشركة. إذا ما عملت هيك واحتسبتها كإيرادات تشغيلية، هذا يضلل المحللين بشأن استدامة وحجم الإيرادات في المستقبل. أما المصروفات فيمكن تقليلها عبر تأخير أخذ مخصصات مقابل أصول متعثرة مثلاً. كما يمكن اللجوء إلى حيلة تصنيف مصروفات تشغيلية Operating Expenses كتكاليف رأسمالية Capital Expenditures، وبالتالي نقلة من قائمة الدخل إلى الميزانية العمومية لتقليل نفقات السنة الحالية وتضخيم أرباحها. لنفسر، المصروفات التشغيلية هي مصاريف يومية تتكبدها الشركة خلال مزاولة أعمالها، مثل شراء لوازم مكتبية. تكاليفها تنعكس مرة واحدة في قائمة الدخل، وهي تختلف عن المصروفات الرأسمالية Capital Expenditures كشراء الآلات والمعدات. هذه الآلات تدخل ضمن الأصول ونفقاتها تقسم على مدار عدة سنوات بدلاً من سنة واحدة على شكل نفقات إهلاك. حكينا عن التلاعب في الإيرادات والمصروفات الموجودة في قائمة الدخل، بس في طرق كتيرة أخرى تلجأ إليها الشركات للتلاعب بالأصول والمطلوبات الموجودة في قائمة الميزانية العمومية، نحكي عنها غير مرة. بركي هون عم تتسألوا وين دور المدقق المحاسبي؟ البعض يعتبر أن تضارب المصالح بين المدقق الذي يحصل على أجره من الشركة قد لا يكشف كل الأمور المخفية لإرضائها. لا ننسى أن فضيحة أنرون أدت إلى حل شركة آرثر أندرسون للحسابات، كما اتهمت إرنست أند يونغ بإخفاء مشاكل ليمان براذرز. لح أختم ببعض الإشارات التي قد تنذر بتلاعب الشركة في دفاترها باختصار. إذا شفتم مثلاً أن لديها نسبة مرتفعة من البضائع المباعة تم إعادتها، أو نسبة كبيرة من الإيرادات تم تحقيقها في الفصل الأخير، ليش؟ لأنه بعض التنفيذيين ما بيقبضوا البونس الكبير إلا إذا كانت أرقام آخر السنة قوية، أو شفتوا زيادة الإيرادات من دون نمو مقابل في التدفقات النقدية ولفترات متتالية. وشيء أخير انتبهوا له هو أن تكون أرباح الشركة عم تنمو بشكل متواصل بينما يعاني المنافسون.